الدكتور محمد الغول، حيث يجيب عن أسئلتكم واستفساراتكم الشرعية. مرحبا بكم من جديد مشاهدي الأكارم، معنا الأخ يوسف أبو الليل من إربد. السلام عليكم. كل عام وانتم بخير سيدنا العزيز، وأنتم بخير تقبل وصحة الله طاعتكم. وهداية بال يا رب. سيدي العزيز، بدي أسألك سؤال من شقين. تفضل. الشق الأول، سبق حضرتك قلت كفرت الإفطار في رمضان أقلها دينار، نعم مظبوط؟ حسب طبعا مجلس الإفتاء ما يقره مجلس طبعا الإفتاء. أنت ما أنا قلت لك بسم بارك الله فيك. نعم يا سيدي. الآن هل يجوز، الأول سؤال أول أسأله منه، هل يجوز بزمن هالجائحة اللي هو صيفنا ننفق من هاي الصدقة على المصلحة اللي تفيد المجتمع عامة؟ يعني كيف مثلا يعني؟ مثلا مستشفى بحاجة كراسي مرضى، مستشفى بحاجة كولرات مي، شغلات زي هيك، هل يجوز من هاي الصدقة نستفيد؟ لا يجوز يا سيدي، لأنه هذا مخالفة النص الصريح في القرآن الكريم. ربنا يقول ففدية طعام مسكين، ايوه هذا مخالفة نص صريح في القرآن. اذا لا يجوز. هاي الجزء الاول بارك الله فيك. الجزء نعم. الثاني، الافضل توزيع كفارة الافطار لاكثر من شخص ولا لشخص واحد؟ كل واحد طالما انه تنطبق على الشخص الشروط، يعني كل ما كان اكثر من جائع بكون احسن، يعني اكثر من فقير بكون احسن، لانه لا تدري اين هي يعني الدعوة المستجابة، فأنت تعطي أكثر من شخص. بارك الله فيك. وأخيرا، تفضل. البنت المتزوجة نعم، زوجها وضعه متوسط الحال، هل يجوز مساعدتها؟ مساعدتها من الصدقات، أو إذا كان زكاة تعطى لزوجها وليس لها، لأنها هي فرع. هي صدقات. صدقات بصير إلها ولأولادها ولزوجها. أما بارك إذا الله فيك. كان إذا كان من الزكاة فلا يجوز، لأنه إيش؟ هي فرع، لا تجوز للفروع والأصول. بارك الله فيك. وإياكم يا سيدي. أحمد من إربد، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله سيدي الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيدي الشيخ، امبارح زوجتي بتحط بالإفطار. نعم يا سيدي. وانا قاعد ما شفت حالي، يعني كان اللي بيقرا القران، يعني بده الاذان بين الاذان دقيقه. نعم. ومباشره بدون وعي والله يا سيدي الشيخ بلشت اوكل، يعني افطر كايش ما بدريش وين راح عقلي، شفت الاكل مباشره افطرت، يعني اللي بتقول لي عيلتي بعده ما اذن. نعم. فشو حكمها يا سيدي الشيخ؟ يعني كنت لاحقك جوع كثير وعطش؟ والله لاحقني والله، ولا كان الاكل زاكي وداير بالها الحج عليه؟ والله يا سيدي الشيخ، لانه الاكل ما يعني شو بدي اقول، بدون وعي والله يا شيخ. صحتين وعافيه يا سيدي. بالحاله هاي انت عليك قضاء هذا اليوم اللي انت اكلت فيه او شربت قبل الاذان. شكرا لك يا سيدي الشيخ، وربنا يتقبل ان شاء الله. وطبعا لما بصير الواحد معاه زي هيك هو لا يأثم، لأنه ما كان يقصد ما حصل. محمد نصير من إربد، السلام عليكم. السلام ورحمة الله، كيف حالك يا شيخ؟ حياكم الله يا سيدي. السلام عليكم، كيف حالك يا شيخ؟ السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا سيدي. والله بدي أسألك سؤال يا شيخ. تفضل. تفضل. يجوز الواحد يصيم وما بيصلي؟ يعني يجوز الواحد يصيم وما بيصلي؟ الصيام بدون صلاة ينقبل، يعني ينقبل للصيام، هو يسقط عنه الصيام ولكنه لا يوزن له هذا العمل يوم القيامة، لأنه الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح سائر العمل، وإن فسدت فسد سائر العمل. فما بالك لما يكون ما في صلاة؟ الصلاة عمود الدين. معي يا أخي محمد؟ شكرا. حياكم الله. منذر من عمان، السلام عليكم. تفضل أخ منذر. عليكم السلام، كيف حالك؟
حياك الله يا مرحبا. الله يبارك دكتور. بدي اسالك، هل يعلم الانسان، بنسمع من بعض الشيوخ انه الانسان اللي بده يموت قبل 40 يوم، هل يعلم انه بده يموت قبل 40 يوم؟ لا طبعا، لانه هذا يتناقض، لا تدري نفس ولا تدري نفس ماذا تكسب غدا، ولا تدري باي ارض تموت. طيب دكتور محمد، الانسان يجي لما يجي ملك الموت يخيره ام يموت رغما عنه؟ لا، هذا في لحظه انه ياتيه ملك الموت بيعرف. يعني بموت غصبا عنه الانسان، مش مخير في الموت، مخير. هو خير فقط النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه ملك الموت قال: أمرت أن أستأذنك، لا أستأذن أحدا غيرك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم الرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى. من إحنا بنموت رغما عنا يعني؟ طبعا. يعني فجأة لحظة، في لحظة طبعا، اللي هي أخذ الروح وخروج الروح. يعني مخيف الموت بالنسبة للمسلم دكتور محمد؟ يقول طمنا. هو يعني في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كيف تخرج روح الإنسان المؤمن وكيف تخرج روح الإنسان غير المؤمن. الإنسان المؤمن تخرج روحه كما تخرج النقطة، نقطة الماء، قطرة الماء من في السقاء من القربة. ولكن غير المؤمن أو الإنسان العاصي أو الكافر، كل هؤلاء قال تنتزع منهم الروح كما ينتزع الشوك من الصوف المبلول، فهي مؤلمة. ومن الأحاديث الواردة في هذا: لو وقعت شعرة من شعرات الميت على أهل الأرض لقتلتهم. فالموت، النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن للموت سكرات. وحينما حضرت الوفاة النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته، جاءت فاطمة وأخذت ركوة ماء ووضعت يعني زي ضمادات للنبي صلى الله عليه وسلم بالماء البارد، فكانت تقول: وا كرب أبتاه. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لا كرب على أبيك بعد اليوم. فإن للموت سكرات. معي أخ منذر؟ لا يعلم قبل 40 يوم، يعني الإجابة لا يعلم. لا ما حدا بيعلم. ما حدا بيعلم، ولا أي إنسان ولا أي حدا. ما حدا بيعلم، أنه الكل يقول سيموت، والإنسان يعني معرض للموت في أي لحظة، لأنه هذه أنفاس معدودة في أماكن محدودة. ورب العالمين يقول: إنما نعد لهم عدا. تفسير هذه الآية أن الله عز وجل يعد على الإنسان النفس، فممكن يموت في نفس خارج أو داخل. فنسأل الله حسن الختام. الله، شكرا يا شيخ. يعني ما يخاف الإنسان، يطمن. طبعا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. نعم يا سيدي العزيز، شكرا لك. حياكم الله يا سيدي. خميس مسلم، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله. كيف حالك دكتور؟ كل عام وانتم بخير. وانت بخير وصحة وهدات بال يا رب. الله يهدي بالك ويعطيك الصحة والعافية، وتقبل الله طاعاتكم دكتور. جميعا وإياكم. بدي أسألك يا دكتور، احنا صار عندنا كورونا، أنا وزوجي في الدار، وبدنا حكى لنا الدكتور مش لازم تصومه. نعم. بدنا منك يعني إرشاد. أسأل الله لكم الشفاء. الله يسلمك دكتور. أنتم وجميع المشاهدين. الله نسأل يسلمك. الله أن يخفف عنكم الألم. آمين يا رب. وأن يذهب العالمين. عنكم الألم والوباء وكل من يسمعنا إن شاء الله. آمين يا دكتور، يعطيك الصحة والعافية. إذا قال الطبيب استعملوا علاجاتكم، أدويتكم، اللي هي الشغلات اللي بترفع المناعة، وأنا لست طبيب، جميع ما وصف لكم الطبيب. ونسأل الله لكم الشفاء، وثم إن شاء الله تكملوا معنا في شهر رمضان بعد الشفاء إن شاء الله، وبعد شهر رمضان تقضوا ما فاتكم من ما أفطرتم إن شاء الله. شكرا دكتور. نسأل الله لكم الشفاء إن شاء الله. كان معنا طبعا سؤال من الأخت أم سامي من معان. السلام عليكم يا أم سامي. أم سامي السلام عليكم.
عليكم السلام حبيبي الشيخ، اهلا وسهلا فيك، يعطيك العافيه. الله يعافيك يا عليكم رب. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضلي. تفضلي يا ام سامي. سؤالك. بدي اسال الشيخ بس في سؤال. انا زوجي كان يعني متزوج، احنا سنتين متزوجنا. نعم. زوجته الثانية توفت قبل سنة يعني، توفت. الله يرحمها. لما توفت احنا كنا عايشين يعني أسرة في بيت واحد و... نعم. مع بعضنا عايشين. لما توفت زوجته يعني كنا أنا يعني تزوجني أبوهم وأنا صغير وعشنا كلنا مع بعض يعني في بيت واحد. نعم. فيعني أنا زي أمهم يعني أنا ربيتهم، كانت هي لما أطلع من البيت ترضع أولادي وأنا لما هي جزاك الله تطلع خير أرضع أولادها يعني. نعم. كنا زي يعني أسرة كويسة، بس لما توفت أمهم قلبوا علي وعلى أبوهم. من توفت أمهم صار لهم سنة قاطعيننا يعني، وحاولت أنا أتقرب منهم أحكي معهم تلفونات يعني. هم أولادك من الرضاعة نفسهم اللي قلبوا؟ أولاد زوجي مش أولادي. ماشي. أنا يعني أنت أرضعتيهم؟ أنا أرضعتهم وأمهم أرضعت يعني أولادكم ولادي. ويعتبروا أولادك من الرضاعة؟ أنا أرضعتهم وهي كمان الله يرحمها مستورة كانت أرضعت أولادي. نعم. يعني إلا واحد من الأولاد كويس يعني. أنت تعتبري أمهم بالرضاعة؟ بس هم رافضين هذا المبدأ يعني، مقاطعيني ومقاطعين أبوهم. نعم. من ماتت أمهم لهم سنة يعني مقاطعيني ومقاطعين أبوهم. الله يهديهم. أحاول أبعث لهم تلفونات، أبعث لهم مسجات، ما يردوا علي. حاولت واحد من الأولاد أزاورة أروح عليه على البيت أودي له ما يتقبلني، يبعث لي مع يعني الناس. يعني هم متزوجين الآن؟ كبروا وتزوجوا؟ البنات متزوجات كلهم والأولاد متزوجين كلهم، ما في إلا. نعم. عندنا في واحد من الشباب مش متزوج بس غرفته ما ياكل معنا ولا يشرب معنا ولا يسلم علينا انا وابوه ولا يحكي معنا من توفت امهم. لا حول ولا قوه. الله يهديهم. حاولت تقرب منه يعني اغسل ملابس. يعني انت بتضلي تعامليهم معامله الام كونك امهم؟ والله اني اعاملهم يعني احتراما وفاء لامهم اللي هي كنت يعني بينك وبينها اخوه صادقه، فاللي عليك سويتيه والباقي عادك هم المسؤولين يعني امام ربنا. احنا علينا يعني تعتبر انه قطيعه منا احنا لا ولا لانه منهم. لانه الا يعني اذا كان الوالد نافر منهم او مثلا لا مزعلهم والله. او لا هم مزعل. حاربونا وحاربوا ابوهم لحالهم يعني، هذه بينهم وبين ربهم. نسال الله الهدايه للجميع يعني. هم حتى ابوهم حاول يزور واحد منهم يعني نزورهم، حاولنا نزورهم في البيت واحد منهم نزوره نروح عليه. هذيك النهار أول يوم رمضان بعثنا لهم له رسالة يعني نسلم عليه، بعث رسالة وأنتم بخير بس بدوننا. الله يعني يهديهم. رسالة وأنتم بخير بس بدوننا. أنتم يعني اللي عليكم سويتوه زي ما يعني الحديث النبوي الشريف يقول خيرهم الذي يبدأ صاحبه بالسلام. فأنتوا سلمتوا عليهم وهم عادك حرين بالإجابة بعدمها. أنا أسألك يا شيخ هل ومقاطعتهم علينا أو قطيعة أو منهم؟ مقاطعتهم لأبيهم يعني هذا فيه عقوق، وعقوق الوالدين يعني ربنا بحاسب عليه في الدنيا وفي الآخرة. فنسأل الله الهداية للجميع إن شاء الله. والله أنا ماني حابة إنه يعني تواصل مع بعض وإنه أسرة زي أول وشيء. ادعي لهم، ادعي لهم وخلي أبوهم يدعي لهم بالهداية. والله أبوهم يدعي، حرام هو تعبان. خلي يدعو لهم الوالد وأنت ادعي لهم كمان. إن شاء الله يا شيخ. حياكم الله يا أم سامي. كان معنا أيضا اتصال من أم محمد سألت عن نزيف الأنف. نزيف الأنف يعني لا يفطر إلا إذا دخل إلى الحلق، إذا دخل إلى الحلق فإنه يفطر. فبيحاول الإنسان اللي بصيبه نزيف في الأنف أنه يخرجه خارجا، سواء كان بسبب عملية أو كان بسبب فحص معين أو كان يعني طبيعي أنه أصيب به بسموه الرعاف، فهذا يخرجه خارجا. لكن إذا دخل إلى جوفه فإن هذا يعني من المفطرات، فما ينبغي أن يصل إلى حلقه. أحمد الرياحنا من إربد، السلام عليكم. أخ أحمد السلام عليكم. السلام ورحمة الله، يعطيك العافية يا شيخ. حياكم الله يا سيدي. رمضان كريم يا شيخ. الله أكرم. شيخ أنا عملت عملية لعيني واستخدم قطرات، بس بدي أسألك السؤال، قطرة العين بتفطر؟ أسأل الله لك الشفاء.
إن شاء الله بالشفاء. القطرة العين لا تفطر، لا تفطر، لا ما بتفطر، استخدمها براحتك. مشكور. حتى لو شعرت يعني في ريقك مرار أو طعم للقطرة هذه الأمر عادي. نسأل الله لك الشفاء إن شاء الله. معنا محمود سليمان من مادبة، السلام عليكم. ألو، حياك الله أخ محمود. ودي أسألك ولا أسألك جنوبك يا شيخ. تفضل يا سيدي. جاد فضلك. فترة قديه والله الأيام هاي؟ هي العام الماضي كانت دينار و70، بس ما بعرف مجلس الإفتاء راح يجتمع وطلع الحد الأدنى لزكاة الفطر لهذا العام. طبعا الأولوية فيها وقت الأفضلية في خروجها ليلة العيد، هذا وقت الأفضلية لإخراجها ليلة العيد. نعم يا سيدي. يعني ما في منير السبعين ما حددوا الحد الأدنى العام الماضي كان هكذا، وأعتقد رح يصدر عن دائرة الإفتاء بتحديد زكاة الفطر. الله يعطيك العافية يا شيخ، بارك الله بك. حياكم الله يا سيدي. بنرجع للإخوة اللي بيسألوا عن حاجتين، واحدة منهن المصاب في الكورونا. المصاب في الكورونا شيء بدون أعراض، يعني نهائي ما في أعراض، هذا يستطيع أن يأخذ يعني العلاجات ويأخذ الأدوية ويأخذ المقويات الطبيعية والطبية منها وأثناء الإفطار، وربنا إن شاء الله بشافيه وبعافيه. أما الناس اللي عندهم أعراض ويعانون من أعراض وأمرهم الطبيب بالإفطار فيأخذوا علاجاتهم وأدويتهم وكذا ويستطيعون قضاء الصيام لاحقا. المسألة الثانية اللي هي أخذ المطعوم، أخذ المطعوم هل يفطر ولا لا يفطر؟ لا يفطر، أخذ المطعوم لا يفطر. معنا تيسير من عجلون، السلام عليكم أخ تيسير. تفضل أخ تيسير. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. إذا في قبل يومين فيقون على السحور أسريته فكرنا الأذان الأول في الأذان الثاني. نعم. وإحنا نأكل ما قال الصلاة خير من النوم. الصلاة خير من النوم، وقفنا عن الأكل. تمسكوا وتقضوا يا سيدي، تمسكوا. نعم. تمسكوا ذلك اليوم، تمسكوا. نعم. في ذلك اليوم يعني بتصوموا إمساكا وعليكم. نعم. القضاء. نعم. وعليكم قضاء ذلك اليوم. أي نعم. لأنه مجرد أن يقول المؤذن الله أكبر في الأذان. نعم. الثاني فقد دخل الصيام، فإذا كان شيء في الإنسان يخرجه، وإذا أكله بعد الأذان أو تبين أن المؤذن يؤذن بالأذان الثاني فتمسك وتقضي، تمسك وتقضي. الأخ محمود أبو السكر من إربد، السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. بجيب الله الشيخ، مرحبا بك، عامك بخير. وانت بخير وصحة ودات بال يا رب. أقول سؤال يا شيخ، في عيسي كورونا فطر ولا صيم هكذا؟ يعني ما زالت قيد العلاج؟ عندي بدل عيتي وبنتي أظنها صيمين. نعم. يعني هم الآن قيد العلاج؟ عندي بدل محجرين بغرفة. طيب. يفطروا ولا يظلوا صيمين؟ إذا كانوا. نعم. بحاجة أن يفطروا فيفطروا. الله يسامحك. الطبيب إيش حكى، يفطروا ولا يصوموا؟ لا ما قال، ما قال لي، قال لي يحجرهم بالدار. ماشي، بس حكى لهم الآن شو العلاجات اللي بيأخذوها؟ يعني لازم يأخذوا بالليل والنهار؟ السامع العلاج بيأخذوه ليلا نهارا؟ لا ما أعطوا علاج، ما أعطوا علاج، أجيب لهم ليمون، أجيب لهم بروكتان زي هيك. وفي أعراض ولا وضعهم جيد؟ الأعراض خفيفة. طيب إذا بيقدروا صوموا صوموا ويأخذوا علاجاتهم بعد الإفطار. صنعهم باليوم هذا 5 أيام يقدروا؟ كيف؟ يقدروا صنعهم 5 أيام باليوم هذا صايمين. الله يجزاهم الخير وأسأل الله لهم الشفاء إن شاء الله. والله. أسأل الله لهم الشفاء، شفاء لا يغادر سقما إن شاء الله.
إذا كان بيقدر المريض في كورونا أنه يصوم يصوم، أما إذا كان حالته لا تسمح فيأخذ علاجاته. حسين الخلايلي من المفرق، السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. يا هلا بهالصوت. يلا ميت ما مرحبا بهالصوت. شلونك يا سيدي؟ يفرح فيك البركة أنت والعاملين على هذه القناة الحبيبة. آمين وإياكم يا سيدي. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم إن الله يجعلنا إحنا وإياك وكل من وحد الله من اعتقاء هذا الشهر الكريم. آمين آمين آمين. يا الله تقبل صيامنا وتغفر ذنوبنا وتستر عيوبنا. آمين. وتكفينا وتكفيك وشر بني آدم. آمين يا رب العالمين. آمين. يا الله تحمي جلالة الملك المفدى. آمين. ولي عهد المحبوب. آمين. تحميهم بحمايتك يا رب وترضى علينا وعليهم. آمين. وتغفر لنا ولهم والكل. وتيسر لهم البطانة الصالحة. يا الله يا الله تحفظ العائلة الهاشمية كامل. آمين 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 يا رب الله العالمين. يا الله يا الله. سيدي أول شيء أنا سعيد إني سمعت الصوت. الله يحييك واحنا اسعد. الله يحبك لله تعالى. الله يحبك ونحن نفس الشعور والله حج حسين. والله العظيم ما حكيت معك الا محبه فيك كثير كثير مش شويه. نعم يا سيدي الله يحبك ويبارك عمرك. الله يوسع عليك. نفس الشعور والله يا شيخ حسين نفس الشعور. والله اني عارف والله اني عارف لانه قلبي دليلي. الله يبارك بعمرك ويسعد لي ويسعد قلبك ان شاء الله. يا رب طبعا ويسعد قلبك وقلب كل المشاهدين وهدي بال الجميع يا رب. يا رب يهدي بال كل من وعد الله لا اله الا الله. ونسأل الله الشفاء للجميع. حج حسين سامعني؟ فصل يبدو الاخ حسين. خميس المرعي من جرش، السلام عليكم اخ خميس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف سيدنا الشيخ الله يطول عمره؟ يا هلا بيك يا مرحبا يا مرحبا. سيدنا الشيخ بدي أسألك إذا سمحت. أمرني يا سيدي. في رجل صديق إلي من قبل 25 سنة بدي منه مصاري بقيمة 400 دينار. نعم. والرجل كنت بالفترة هذه كل ما يعني أطلب إياهم يطنشني، وبعدين أنا زي ما تحكي أغرش يعني شو بدي أسوي معه. المهم الرجل هذا توفاه الله رحمه الله. الله يرحمه. ورحت على أبنائه وأبنائه قالوا لي أنت بعد 25 سنة جاي الطالب في الدينة وأبوي ما ذكرك أبوي ما ذكرك. قلت لهم أنا بيني وبينكم كتاب الله الكريم. نعم. يعني أنا بيني وبينكم حلفاني اليمين على كتاب الله إني بدي من أبوكم 400 دينار. أها. فأخذ رقم تلفوني وما حكى معي الرجل ما بعرف اللي هو أحد أبنائه. وما بعرف يا سيدنا الشيخ شو أسحب أنا وشو الحكم وشو بترتب عليهم وشو بترتب علي. إذا سمحت يا سيدنا الشيخ. يعني هذا دين. ويعني الدين واجب على الورثة أن يسدوه عن والدهم إذا كانوا قادرين أو يلتزموا به يعني إن لم يكونوا قادرين. وأنت معك إثبات بهذا الدين؟ والله يا سيدي أنا ما معي ولا إثبات. والله الإثبات دائما الاكتتاب يعني لازم. نعم. كتابة آية الدين أطول. نعم. آية موجودة في كتاب الله. نعم نعم. فيعني لو انك التزمت في آية الدين كان معك وصلك بتقدموا لاولاده ويعتبر. يا سيدنا الشيخ هلا ولا واحد منهم بتذكر انه كنت تطلب ابوه الدين؟ لا والله لانه هم يعني زي ما تحكي انا ابوهم كان معي في مجال العمل وهم. نعم. بعيدين عني يعني. اها يا سيدي انت الان بين خيارين. نعم. خيار المطالبه بحقك وخيار. نعم. المسامحة. أنا يا سيدي مش مشكلة أنا إن شاء الله أني أكون من المسامحين بس أنا بحاجة يعني بقدر أسامح عن قسم من المبلغ أما مش كلهم لأني والله أني بحاجة. يعني لحد الآن ما تواصل معك ولا حدا منهم؟ لحد الآن ما تواصل معي بس أنا بدي أعرف شو بترتب عليهم شو بترتب علي. بترتب عليهم أنهم يسدوا الدين وأنت. نعم. عليك إثبات أنه إلك دين على هذا الرجل.
على كتاب الله، كتاب الله مش بتفر بيني وبينهم يا سيدي. انت عليك، انت عليك البينة، هم اللي عليهم اليمين. نعم انت عليك البينة. نعم نعم. فانت تأتي بشهودك او بينتك. نعم يا سيدي. وربنا ان شاء الله يسر امرك ويسد دينك ان شاء الله. اشكرك اشكرك يا حياكم الله. اسماء من الكرك، السلام عليكم. اسماء السلام عليكم. الو، يعطيك العافيه. الله يعافيك. يا رمضان كريم علينا وعليكم. الله اكرم علينا وعليكم وعلى جميع المسلمين ان شاء الله. شيخ، انا من 3 أشهر صار معي نقص في فيتامينات جسمي فجاه، ونقص حاد. نقص بايش؟ نقص فيتامينات مخزون حديد الجسم والفيتامين د. نعم. نسال الله لك الشفاء. امين يا رب العالمين. سبب إني ضيق نفس وألم في الصدر وضغط على الصدر وال وألم وين بالرحل. السؤال؟ السؤال السؤال هسه شيخ، أنا لسه لحد الآن باخذ العلاجات. نعم. الفيتامينات، لكن عندي مخزون الحديد بطيء إنه يمتص جسمي. نعم. فأنا حاليا بحس بالضيق وبالكتمة على الصدر. يعني بتسألي عن الصيام والإفطار؟ ايوه، انا سالت الدكتور امبارح قال لي احنا خايفين انه الصيام ياثر ويكون لسه جسمك مش ممتص الفيتامينات. مضبوط. نرجع لنقطة، بتتبعي ارشادات الطبيب. اها يا بنتي، تتبعي ارشادات الطبيب. اذا الطبيب امرك بالافطار وتحت المراقبه ويعملوا لك الفحوصات اللازمه، فانت تلتزمي باوامر ذلك الطبيب. ونسال الله لك الشفاء. إن قال لك أفطري تفطري، إذا قال لك صومي بتقدر تصومي بتصومي. ونسأل الله لك الشفاء إن شاء الله، ما على قلبك شر. مشاهدي الأكارم، على أمل اللقاء بكم بمشيئة الله في حلقة الغد، استودعتكم لله الذي لا تضيع عنده الودائع، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مع فضيلة الدكتور محمد الغول، حيث يجيب عن أسئلتكم واستفساراتكم الشرعية.